والنصيب. الشام خط بن شايق محمد بن ثلاب بن محمد الشهواني المبروك. محمد بن ثلاب بن حمد الشهواني الهاجري يستاهل. ألف مبروك. تستاهلون يا الشهوين. نقول ألف مبروك. الشام خط بن شايق هي صاحبة هذا الرمز. القلعة الفضية. تذهب بالنصير. الشام خط بن شايق محمد بن ثلاب بن حمد الشهواني الهاجري نقول له ألف مبروك. التهنية موصولة أيضا للدكتور مبارك بن حمد الشايق الشهواني يستاهل. حضورنا الكريم ننتقل إلى شوطنا الثاني. صور تذكارية. ننتقل إلى شوطنا الثاني الذي ذهب بالنصير. زعزع علي علي بن محمد بن فهد بن سعيد القريسي ألف مبروك. القلعة الفضية تذهب من نصيب القريسي مالك زعزع علي بن محمد بن فهد بن سعيد القريس. نقول ألف مبروك. ألف مبروك. يستاهلون. ألف مبروك. ننتقل حضورنا الكريم إلى شوطنا الثالث أيضا فريدة لعلي بن محمد بن فهد بن سعيد القريسي. ألف مبروك ويستاهل. القلعة الفضية يستاهلون. ألف مبروك. حضورنا الكريم ننتقل إلى الشوط الرابع المخصص لقعدان أجزاء للفترة الصباحية وذهب من نصيب هذا الناموس الخفجي الحسين بن سعيد بن راشد آل كبيت الخيالين. بن كبيت الخيالين تستاهلون. أبو خالد ألف ألف مبروك. تستاهلون هذا الناموس. هل الخفجي من فاز معنا بشتان الفضي في هذه الفترة الصباحية لأشواطنا العامة. أحصين هذا هو مالك الخفجي يتسلم هذا الرمز. شكرا أبو محمد. إذن حضورنا الكريم نقول ألف مبروك. ننتقل إلى أشواطنا في هذا المساء. والشوط الأول في هذا المساء ذهب من نصيب الظبي لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم عبد الرحمن الثاني. ألف مبروك. القلعة الذهبية صاحب أكثر رموز في هذا المهرجان حتى هذه اللحظة. ألف مبروك. يستاهل سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم عبد الرحمن الثاني هذا الناموس وهذا العز والافتخار. من يبذل الغالي ويشتري ايضا ويدفع لاجل هذا الناموس الغالي يستاهل. ننتقل حضورنا الكريم الى الشوط الثاني الذي ذهب من نصيب سمحه لراشد بن ابداع بن مبارك التواه الهاجري. الف مبروك. يستاهلون التواه. نقول الف مبروك. يستاهلون هذه القلعه الذهبيه. ألف مبروك. تستاهلون يا التوراة أهل سمحة هذا الرمز. ألف مبروك. حضورنا الكريم ننتقل إلى الشوط الثالث. أحمد شوي. ننتقل إلى الشوط الثالث وأشداد الذهب يذهب من نصيب مصيحان لسعادة الشيخ سعود بن جاسم بن عبد الرحمن الثاني. ألف مبروك. يستاهل سعادة الشيخ. نقول له ألف مبروك ويستاهل. تستاهلون. ألف ألف مبروك. تستاهل يا راشد. تستاهل صاحب النظرة الثاقبة. تستاهل. صورة جماعية يا إخوان. صورة جماعية يا أهل الرموز. صورة جماعية مع رئيس المهرجان وسائل الإعلام. صورة جماعية. صورة جماعية. صورة جماعية. يا رب على رئيس المهرجان. السحب والسؤال عليك والله.
زين بني الله وجهكم.